المحكمة الانتقالية لم تكن سليمة على الأساس التقليدي، لم يكن مذاق المدى العام السلسلة كسلسلة. أما مع غازي فقد غزت الدولة الإسلامية الألمانية. نواصل مع الأستاذ الحاروني، فلن نعتصم بالسلوى والصبر أحباب الحقوق والحريات، بل ستكون هناك بالنسبة للملاحظات الأولية، فنلاحظ أن السلطة التأسيسية الأصلية السيسي حافظ على خيار إدراج المحكمة في باب السلطة القضائية القسم الثاني، برغم مناداة إيجاد القانون بأن هذا المحكمة محلها هو في بعض خاصة تذكير المقارنة في باب خاص بها وليس في باب القضاء القسم القضائي. لكن الإجابة تأتي فيما بعد، لأنه سنرى أن من إضافات هذا المشروع أن نبحث عن مجلس المحكمة الدستورية كهيئة قضائية، سنرى ذلك فيما بعد. بالنسبة للقسم الخاص بالمحكمة الدستورية فإنه لا يستوعب جميع الصلاحيات، لذا يجب العودة إلى مختلف أصول الدستور من حالة الاستثناء 79، الاستفتاء، الشهور الوقتي وهي منصبيات الجمهورية، إعفاء الجمهورية والتعديل. لأن هناك توزيع الصلاحيات على كل الدستور، هذا قد ينتج وقد نتج فعلا وجود تضارب خاصة بين الفصلين 117 و 142 سنة عليه. إذا الإضافة الجوهرية كما قال الأستاذ نصر الطيب هو التنصيص صراحة على كون المحكمة الدستورية هي قضائية مستقلة، لكن مع التوصية عن أعضاء المحكمة وليس عن طلاب. ثم سئل هو الانسحاب الأحكام التمهيدية العامة بالخامس من فصل 102 على القسم الثاني الخاص بالمحكمة الدستورية. بالنسبة للتركيبة، وأعتقد أن التركيبة هو نقطة فرص والنقاش، وكذلك أنه المحكمة الدستورية في مستوى التركيبة سنلاحظ أنها مقامة على جدل الثابت والمتغير بالنظر إلى مختلف المسودات الأولى في أوت فديسمبر تقريب نهاية في شهر جوان. الثابت المتغير خاصة في الشؤون العضوية المنصوص عليه اليوم الفصل 115. الثابت الوحيد هو عدد الأعضاء 12. أما المتغيرات فهي متعددة، فتشمل الشرط الكيفي لا كاليفيكاسيون بروفيسيونيل، فالمدة مدة التي نقيس بها أن الشخص لا كفاءة ولا خبرة، وثالثا التخصص. مع بقاء ترغيب عنصر عدم التنصيص على الشروط الحياد والاستقلال السياسي في محكمة تنظر أساسا في مسألة ذات أهمية كبرى. بالنسبة للمعيار الكيفي، الكاليفيكاسيون، المعيار الكيفي بدأنا في شهر أوت بالخبرة القانونية العالية كمعيار لترشيح أعضاء المحكمة الدستورية. نمر في ديسمبر الكفاءة والخبرة القانونية، نقترب من النظام السابق أي نظام المجلس الدستوري. ففي شهر أبريل بقدرة قدر يختفي القانون ونبقي على الكفاءة والخبرة. في شهر جوان التآكل يشمل الخبرة ليبقى الكفاءة فحسب. بالنسبة للمدة، انطلقنا ب 20 سنة، كان الحد أدنى حفظنا عليه شهر ديسمبر 20 سنة لنسقط إلى 10 سنوات ونرتقي إلى 15 سنة. فإنه في مسألة فنية كمراقبة مسؤولية القوانين، نحن في حاجة إلى أعضاء أو خبراء أعضاء المحكمة الدستورية يكون على الأقل شعرهم أبيض،
يعني ذات خبرة مستقلة، وأعتقد أن مجلس السناء بالرغم من أخذ من الدستور الإسباني لا يكفي بالحاجة، لأننا قد نجد أشخاص عند 15 سنة لكن لا يتمتعون بالخبرة والكفاءة، لأن ذلك سنرى يرتبط يمكن باعتبارات أخرى. بالنسبة لهذا التخصص، انطلقنا أن كل الأعضاء مختصين في القانونية في شهر أوت 2012. في ديسمبر بقي نفس الخيار، ثم في أبريل الأغلبية من 12 يكون مختصين في القانون. بعد ترد الفعل في شهر جوان يصبح الثلثين من المختصين في القانون. إذا نشوف الاستنتاج بعد هذا التطور في مسألة الدستور، الاستنتاج أن هناك تراجع تدريجي عن التشدد في المدة وفي الشروط الكيفية تخص القانون. فالتركيبة إذن قامت على جدليل الثابت والمتغير، الآن هي تقوم على جدليل أخرى، المعلوم والمجهول. المعلوم هو في الثلثين، والمجهول في الأسود هو الثلث المتبقي. من هو الثلث؟ هو من العلوم لكن أخطأ، ليس من القانونية. كل علم ليس علم قانوني، لأن لماذا تخصيص الثلثين والسكوت عن الثلث؟ فأن الثلث المتبقي هذا أو إدراجه جاء في النسخة الثالثة المسودة قد يتزامن مع حسم الجدل في خصوص مدى إدراج المجلس الإسلامي بعدها، لأنه عندما تحدثنا في كوفة ديسمبر عن كل مجلس القانون كان هناك مطروح رؤساء مجلس الإسلامي الحسم في عدم تكريسه قد يعني أنه قد يفسر بأن هناك دخول من الثلث في أبوية المجلس الدستوري في مختصين في علوم الشرعية. الإجراءات بالنسبة لإجراءات الانتخاب أعضاء المجلس الدستوري، هناك المحافظة أو هناك اعتماد خيار أن مجلس الشعب نواب الشعب ينتخب من سيراقيه هو، وخيار لا كما ذكر المتداخل سابقا لا يخلو من بعد التسييس. فالتقنية تقوم على الاقتراح والترشيح، وهنا المشروع 1 جوان تطور بالمقارنة مع مشروع أبريل، لأنه قام بتسوية الحصص لجميع الجهات. يعني بل في مشروع أبريل فنحسب المجلس على القضاء قد نزل، يكون هناك على الأقل تساوي مستوى الحصص. اعتماد الضعف مع انتخاب مباشر أغلبية الأخماس من أعضاء المجلس نواب الشعب. بالنسبة لآن التركيبة سنجد فيها أو وجدنا فيها أنه في نسخة أوت ديسمبر على الأقل من 3 فضلات مرشحين مجلس على القضاء، على الأقل لأنه بقية الصوت السياسية رئيس الحكومة الجمهورية أو مجلس الشعب يمكنه اقتراح فضلات لا شيء منها. في أبريل أصبحوا 4 فضلات عفوا في أوت ديسمبر، ثم 3 فضلات حاليا. الذي يكون الأنسب الترفيع من نصاب المقرر الفضلات إلى 6، لأنه عندنا 3 أجهزة قضائية، مالي إداري وعدلي، بحساب قاضيين عن كل جهاز. على الأقل هناك 6 أو النصف من القضاة لنضمن التنوع في مستوى التكوين من القضاة، خاصة أن المسألة مش تكون هناك مسألة مع قوانين تهم القضاء تهم المادة العدلية أو المدنية والتجارية والإدارية والمالية، هذا التنوع في نظري سيكون وجيه إلى أبعد حد. بالنسبة لمرشح السلطة السياسية الثالث، قد يقع اقتراحهم على اساس الولايات السياسيه. لماذا؟ وهنا وافق الاستاذ نجيب بركوش في ان مساله انتخاب الاعضاء غير القضاه تعود الى القضاه انفسهم. هنا ابتعاد عن منزلق التسييس السياسي في مستوى التركيب. كذلك مستوى الترشيح، ترشيح رئيس الجمهوريه، ترشيح رئيس الحكومه، وترشيح السلطه رئيس السلطه الاجتماعيه مجلس الشعب. هل يمكن أن نحصر الترشيح في تلاوة في الدستور الإسباني أو الإيطالي 1945 في رؤساء المحاكم العليا، في العمداء، فالعمداء سواء في التعليم العالي أو في المحامين، أو كذلك في أساتذة التعليم العالي في القانون، لأنهم يوفرون على الأقل سلطة علمية. فلنبقى المجال مفتوح أمام شعب 15 سنة خبرة في المجال القانوني، لا من حيث الصفة. عندي 6 أعضاء قضاة و6 متبقيين بحساب زوز السلطة الجمهورية وزوز الحكومة وزوز الشعب، لكن اختصاصهم
مقيد بهذه الصفة وانتخابه منتخب القضاة، والقضاة يعرفون جيدا أساتذتهم ويعلمون جيدا العمداء عمداء الهيئات المهنية وخاصة هيئة المعارف. هذا بالنسبة للتركيبة. بعض المناحات في مستوى الصلاحيات، الصلاحيات هي نوعين في مجال الدستورية وخارج الدستورية، لا نتوغل الأبعاد الفنية القانونية فقط. في مستوى الدستورية سيد الرئيس، في مجال خاصة مجال مراقبة الدستورية القوانين، بالنسبة لمراقبة الدستورية القوانين فهذه المسألة هناك تطور، لأن المجلس أصبح له تعهد شامل وابتعدنا عن التعهد الاختياري والتعهد الوجودي. بعد مجالات التعهد الاختياري يمكن كما كان قبل حتى في المشروع، في خاصة مشروع ديسمبر، يمكن للجمهورية أن يقترحها، فهناك تعهد شامل للمجلس الدستوري، وترون أنه قوانين أساسية وعادية دستورية وسط مراسيم وأصبح المعادلات إلى آخره. لكن هناك تضارب فصلين 117 و 140. يعني الفصل 117 يدرج نظر او يدرج مساله مراقبه القوانين المعدله للدستور ضمن نظام المراقبه، بمعنى ان المجلس ان المحكمه تصدر قرارات، النص يقول قرارات ملزمه، قرار بطبيعته ملزم، هو قرار معدل. في حين الفصل 142 اللي جاي في باب تعديل الدستور يقول تصدر رايا، رايا لا يستشري. نجم الاخر بين الفصلين 117 142. كذلك مسألة إثارة مسألة دستورية الأولية ذكرها الأستاذ سيد الأحمد الساع، فهذه المسألة تحت النص الدستوري اللي أنا جد أن تحديد القوانين المعالة لكل القوانين أم فقط معلقة بالحريات. كذلك لم نجد تحديدا للجهة القضائية المختصة، فالدستور لا يميز. علاش الطرح هذايا؟ لأنه قد يكون ذلك إلى فرضية إغراق المجلس بقوانين متعددة في أي طور من أطوار التقاعد. بالنسبة لخارج الدستورية، فالمجلس له اختصاص معين، كما عفوا المجلس لا يكون متأثر بنظام الـ59، المحكمة لها اختصاص معين خاصة في مسألة منصب شهور منصب رئاسة الجمهورية الوقتي والنهائي. في حين بصورة شهور منصب رئاسة الحكومة المحكمة الدستورية غير معنى. كذلك الظروف الاستثنائية، فالمحكمة لا هي هيئة تقريرية تتثبت من بقاء أسباب بقائها، مع أنه تم استبعاد إمكانية استشارتها قبل اتخاذ التدابير. أصبح الآن لها كان بعد شهر يمكن للنواب أن يلتجئ إليها لتثبت مدى استمرار حالة الاستثناء. بالنسبة للبث التجاوز السريع عن نزاع الاختصاص بين الجمهورية ورئيس الحكومة، وخاصة توجد التهم التي موجهة رئيس الجمهورية، وهو تهمة الخرق المتعمد او الخرق الجسيم للدستور، تهمه توجه الى رئيس الجمهوريه، في حين رئيس الحكومه له صلاحيات اكثر رئيس الجمهوريه، ولا توجه له مساله خرق الجسيم للدستور قطعا. نقول له هو يعني بسحب بلوائح سحب الثقه، لكن يدخل في اطار التوجس من مؤسسه رئاسه الجمهوريه والجزائر الى الحزب. اذا الان بالنسبه للمحكمه الدستوريه في نظرها، اذا يمكن ان تصدر قرارات معلله بالاغلبيه البسيطه، تصدر اعاقه بفصل 140 و80 ومعايير. اذا يمكن الاستنتاج الاخير نقول بانه هذه السيره والتعديل اربكت النص من حيث التركيبه خاصه. وبذلك فضروره العوده الى الحد الادنى الذي وفرته المسوده 22.